أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وصية غالية أذكر بها نفسي وأحبابي وإخواني، ولم لا، وهي وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله في حقه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الوصية رواها مسلم في صحيحه من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ أحمد والترمذي: لا أسأل عنه أحدا بعدك. فلخص له النبي: أيها الأخيار، طريق السعادة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة في كلمتين اثنتين. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتان اثنتان: إيمان بالله جل وعلا، واستقامة على هذا الدرب الكريم الطاهر المنير. هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق الفوز في الدنيا والآخرة. وفي رواية أحمد قال سفيان: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. فقال سفيان: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال هذا. أيها الحبيب الكريم، والله ما دمر الأمة إلا فكر إرجائي نخر في جسدها نخرة. لقد ذلت الأمة الآن لمن كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير. يوم أن انحرفت الأمة عن حقيقة الإيمان، ويوم أن غاب عن الأمة المفهوم الحقيقي لمعنى الإيمان، فانطلق كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام يرددون بألسنتهم كلمة التوحيد والإيمان من غير أن يقفوا لها على معنى أو على مقتضى، ومن غير أن يحولوا مقتضيات هذه الكلمة العظيمة في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أيها الأحبة، ما أيسر التنظير، بل إن أرصف المكتبات تئن بالمراجع والمجلدات، وما وجدنا هذا الكم الهائل من المطبوعات بين سلف الأمة الصالح، ولكن البون الشاسع والفارق الكبير بيننا وبين هذه القمم الشماء والمثل العليا أنهم كانوا إذا سمعوا عن الله أمرا، وإذا وقفوا لله على نهي، وإذا عرفوا لله حدا امتثلوا الأمر واجتنبوا النهي ووقفوا عند حدود الله، وحولوا هذا المنهج النظري في جانب الإيمان إلى تصديق وإلى منهج عملي في واقع هذه الحياة. فساد الدنيا شرقا وغربا وحولهم هذا المنهج المنير، يوم أن حولوه في حياتهم إلى واقع عملي، حولهم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، واستطاعوا في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق أن يقيموا للإسلام دولة عظيمة من فتاة متناثر، فإذا هي دولة وبناء شامخ لا يطاوله بناء.
ويوم أن امتد الفكر الإرجائي إلى الأمة ونخر جسدها نخرة، وانطلق كثير من الناس يردد كلمة الإيمان والتوحيد من غير أن يصدقها قلبه، ومن غير أن يحولها في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فهو يقف عند قول الله تعالى في أمر فيمتثل، ويقف عند قول الله تعالى في أمر آخر فلا يمتثل. يقرأ قول الله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فيمتثل أمر الله في هذا الجانب. وفي السورة ذاتها يقف عند أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا، هذا الأمر لا يليق ولا يتفق مع مدنية هذا القرن. يقرأ قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيمتثل. وفي السورة ذاتها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، فلا يمتثل. ومنهم من ردد بلسانه كلمة الإيمان وقد ضيع الصلاة وامتنع عن الزكاة وعاقر الزنا وشرب الخمر وحرص على ذلك، والطامة الكبرى أنه لمجرد أن ردد لا إله إلا الله يعتقد أنه قد حصل صكا من صكوك الغفران بدخول الجنان والنجاة من النيران. أيها الحبيب الكريم، اعلم أن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال الحبيب المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. فكلمة الإيمان حقيقة كبيرة ذات تكاليف، كلمة الإيمان أمانة عظيمة ذات أعباء، فلا بد أن نعلم أن للإيمان أركانا لا بد أن يحولها المؤمن في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، كما بينها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أين حقيقة هذا الإيمان في قلوبنا وفي واقعنا الآن في واقع الأمة؟ إن من الأمة الآن من يقول ربي الله، ومع ذلك فهو يشك في أن الرزاق هو الله. نعم، من الأمة الآن من أشرك في توحيد الربوبية، أن تقر لله بالخلق والأمر والرزق والتصريف والتدبير. هذا الجانب أقر به المشرك الأول في أرض الجزيرة إن سألته عن خالقه عن رازقه، بل لمن تلجأ إذا وقع بك الضر في البحر يقول لله. ومن أبناء الأمة الآن يا إخوة، ولست مبالغا، من أشرك حتى في هذا الجانب في جانب توحيد الربوبية. لقد سمعنا بأذنينا من يقول، وهو رئيس دولة خرجت من بين برك الدماء والأشلاء، يقول بأنه ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظامه وتسير شؤونه. وسمعنا بآذاننا على شاشة التلفاز المصري من يقول: إننا الليلة نحتفل بمولد سيدي السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. وسمعنا من يقول الآن في الشهرين الماضيين فقط: إن القرآن منتج ثقافي. وقرأنا لعميد الأدب العربي زعمه وهو يقول:
ارفعوا القداسة عن القرآن وضعوا القرآن بين أيديكم كأي كتاب من الكتب يستحق النقد ويستحق الثناء. وسمعنا من هذه الأمة من يقول: هبوني عيدا يشعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. الإيمان ليس كلمة فقط، الإيمان كلمة وتصديق وعمل واقع. لابد أن نحول أركان هذا الإيمان في حياتنا إلى منهج حياة، إلى واقع عملي. وقد حفظنا قديما لكل فعل رد فعل يساوي له في المقدار ويضابه في الاتجاه. فإذا استقرت حقيقة الإيمان في القلب لابد وحتما أن تنعكس على هذه الجوارح، فتسمع الأمر لله والنهي لله وتقف عند حد الله، وشعارك السمع بلا تردد والطاعة بلا انحراف. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الإيمان قول وتصديق وعمل. ووالله لو علمت قريش أن كلمة الإيمان ما هي إلا مجرد كلمة سترددها الألسنة دون أن تتحول في حياتها إلى واقع ضخم كبير لرددتها مرارا وتكرارا، وما دخلت هذا الصراع الرهيب مع ابنها البار الذي خلعت عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين قبل أن يبعث نبيا من رب العالمين. يقول النبي لعمه وهو على فراش الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فيقول طاغوتان كبيران إلى جوار رأس أبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكأنه لو قال كلمة الإيمان سيرغب عن ملة عبد المطلب. نعم، يعلمون أن هذه الكلمة لابد وأن تخلعه من الشرك خلعا، لابد إن قالها أن يخلع رداء الكفر كله ورداء الشرك كله على أول عتبة للإيمان بالله جل وعلا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل. وهما يقولان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالتفت إليهما وقال: بل على ملة عبد المطلب. فخرج المصطفى وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فيا أيها الأحبة الكرام، من الناس الآن من يردد كلمة الإيمان وهو لا يعرف لها معنى، ومن الناس من يردد كلمة الإيمان وهو لا يقف لها على مقتضى، ومن الناس من يردد كلمة الإيمان وقد قسم حياته إلى قسمين: الأول في جانب العبادات فهو يمتثل أمر الله وأمر هذه الكلمة في هذا الجانب التعبدي، والجانب الآخر في المعاملات والسلوك والأخلاق لا ترى لهذه الكلمة واقعا في هذا الجانب على الإطلاق. فلا بد أن نعي حقيقة الإيمان. قل آمنت بالله، أن تؤمن بالله ربا، أن تؤمن بالله إلها معبودا لا يستحق العبادة سواه، أن تؤمن بأسماء جلاله وصفات كماله. وما أحوجنا إلى أن نتعبد لله بالأسماء والصفات من جديد، فليست العبرة أن يردد كل مسلم منا الأسماء الثابتة، لا، بل العبرة أن يحول المسلم مقتضى هذا الاسم في حياته إلى واقع، أن يعيش معنى الرزاق، معنى الرحمن، معنى القوي، معنى القيوم، معنى المقيت. نقف على هذه المعاني. والله يا إخوة ما عرفت معنى المقيت إلا منذ أيام قليلة وقفت عند هذا الاسم وقرأت أقوال السلف ورددت الأصول اللغوية وعدت إليها التي ردوا إليها حقيقة هذا الاسم. ومن أعجب ما علمت أن اسم المقيت من أجمل معانيه
أن كل عضو من أعضاء هذا البدن فضلا عن الكون له قوت، مادة قوته قاف والواو والتاء، له قوت. إن تخلف عنه هذا القوت توقفت حياته. كل عضو فيه له قوت، إن امتنع هذا القوت عن هذا العضو تعطل، فعينك لها قوت لتعمل طوال العمر، وقلبك والمخ. يقول أحد العلماء المعاصرين: لو أرادت الدنيا أن تصنع مصنعا يقوم بما يقوم به المخ من وظائف وأعمال لاحتجنا إلى مساحة الكرة الأرضية 3 مرات. ليقف الإنسان مع هذه المعاني ليتعرف بعدها على عظمة الله وعلى جلال الله، فهو الذي يعطي الكون كله ما يحتاجه ليظل ليعمل لهذا الإنسان المتمرد أخيرا على الرحمن جل وعلا. أن تؤمن بالله ربا إلها معبودا لا يستحق العبادة سواه، أن تؤمن بأسماء جلاله وصفات كماله التي أثبتها لذاته في قرآنه وأثبتها له المصطفى صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، لا للفظها ولا لمعناها، ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلست أعلم بالله من الله، ولست أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن تؤمن بالملائكة، وأن تعتقد أن لله ملائكة معك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وأن للجبال ملائكة، وأن للعرش ملائكة، وأن للسحاب ملائكة، وأن للقطر ملائكة، وأن الأرزاق ملائكة. فإذا ما آمنت بهذه الحقيقة استحييت، وراقب الإنسان هذا الملك الذي يراقبه وينتظر قولة أو فعلة ليسطرها عليه في كتاب عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى. تؤمن بالكتب التي نزلها الله على أنبيائه ورسله، وأن تؤمن بالرسل لا نفرق بين أحد من رسله، وأن تؤمن باليوم الآخر. وما أحوجنا لتكرار الحديث الآن عن اليوم الآخر، لأننا نعيش زمانا طغت فيه الماديات، وانصرف كثير من الناس عن التفكر في اليوم الآخر وعن لقاء رب الأرض والسماوات جل وعلا. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نحول هذه الأركان، أركان الأركان الإيمان في حياتنا إلى واقع. فإن من الله عز وجل عليك بهذا الفكر، رددت بلسانك وصدق قلبك وترجمت جوارحك وأعمالك، استقم على هذا الدرب، استقم على هذا الخير، على هذه الطاعة، على هذا النور. وأبشرك بقولة الحافظ ابن رجب الحنبلي طيب الله ثراه حينما قال: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. القلب هو الأصل يا إخوة، وبكل أسف يفرط كثير منا ومن طلاب العلم في التنقيب عن أحوال قلبه. ربما يغتر الطالب بتحصيله، ربما يغتر الطالب بمراجعه التي بين يديه في الليل والنهار، ولا يشعر بقسوة قلبه، ولا يشعر بمرض قلبه، ولا يشعر بغفلة قلبه. فكم من الناس مرضت قلوبهم في صدورهم وهم لا يشعرون، بل وكم من الناس ماتت قلوبهم في صدورهم وهم لا يشعرون. قال ابن السماك: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. نسأل الله السلامة والعافية. القلب، يقول أبو هريرة: القلب هو الملك، والأعضاء جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا، كما في حديث النعمان في الصحيحين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن الفتن أول ما تعرض كما ذكرت تعرض على القلب،
فإن تشرب القلب الفتنة والعياذ بالله، ثم تشرب الفتنة تلو الفتنة على الران القلب والعياذ بالله، فحجب صاحب هذا القلب عن الله تعالى. قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. القلب تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعل قلوبنا من هذا النوع الكريم. فأصل الاستقامة أن يستقيم قلبك على التوحيد. إن استقام القلب على التوحيد نجوت. يقول ابن القيم طيب الله ثراه: التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب لأذابتها. تدبر أكرر: التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب لأذابتها، بشرط أن تحقق التوحيد وأن تجرد التوحيد وأن تخلص التوحيد. ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثبت في الصحيحين من حديث عبادة وفي رواية عتبان: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله دخل الجنة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة الطويل وفيه أن النبي دفع نعليه لأبي هريرة وقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة اليقين. وهكذا أن تجرد وتحقق وتخلص التوحيد لله جل وعلا. هذا التوحيد إن زلت قدمك وجذبت أشواك المعاصي ثيابك فتبت وأنبت إلى الله سبحانه وقابلت الله جل وعلا بهذا التوحيد الخالص، فهذا التوحيد يبدد ضباب الذنوب وغيومها، كما في حديث البطاقة الذي صححه شيخنا الألباني هو حديث صحيح. يقول ابن القيم: السر الذي من أجله ثقلت بطاقة التوحيد وطاشت السجلات في البطاقة الأخرى هو تجريد التوحيد لله جل وعلا. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس وفي سنن الترمذي واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه التوحيد الخالص لله جل وعلا. لا تستهن بحقيقة التوحيد ولا بقدر التوحيد. فلقد ظل النبي يعلم أصحابه التوحيد في مكة 13 عاما، ولا تظن أحبتي أن النبي يوم أن انتقل إلى المدينة قد انتقل من التوحيد ليعلم الصحابة غير التوحيد. كلا، فإن التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره في كل مرحلة من مراحل تأسيس النبي لدولة الإسلام. ما ضاع التوحيد ولا ضيب منهج التوحيد أبدا، لأننا نسمع الآن نغمة خبيثة تقول: ما الداعي لأن تدندن حول التوحيد وأن تكثر الكلام عن التوحيد؟ فإن النبي بدأ بالتوحيد لأنه بدأ في أمة مشركة، أما الآن فالأمة الآن ولله الحمد أمة موحدة. قلت: سبحان الله، أين القائل لهذا من واقع مر أليم تحياه الأمة؟ ففي كل عام يحج الملايين من أبناء الأمة إلى كثير من القبور هنا وهنالك. أين التوحيد الذي يقال بأن الأمة قد دخلت قصره لا من أبوابه بل من نوافذه؟
فالتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. أيها الحبيب استقم على هذا الدرب، قل آمنت بالله ثم استقم. قرأ عمر بن الخطاب قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قرأها على المنبر يوما فقال ثم استقاموا فلم يروغوا روغان الثعالب. عرفت؟ فلزم. ذقت الحلاوة وذقت طعم الإيمان، لأن للإيمان طعما، كما في صحيح مسلم قال المصطفى ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا هو الذي ذاق طعم الإيمان. فإن ذقت طعم الإيمان استقم، لا ترغ روغان الثعالب، عافاني الله وإياك. استقم على هذا الدرب، على درب الإيمان، على طريق التوحيد، على طريق سنة النبي محمد، لفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهم أفهم الناس لكتاب الله وأعلم الناس بأسباب نزول الآيات على قلب رسول الله. تلزم هذا الدرب وسر عليه تفلح وتسعد في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا فضل الاستقامة على الإيمان، تتنزل عليهم الملائكة. قال أهل العلم وفي وقت تنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة قولان. الأول قاله مجاهد والسدي وزيد بن أسلم، قالوا تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت. إذا نزل بهم الخطب الأفظع والأمر الأشنع وسكرات الموت، لا يستطيع بليغ فصيح مهما أوتي من بلاغة وبيان أن يعبر عنها على الإطلاق، لأن هذا مما لا يدرك إلا إذا واقعه وعاينه الإنسان بنفسه. لقد خشيت عائشة على رسول الله حينما نزلت به سكرات الموت، وقالت بأنها لا تنكر بعد ذلك شدة الموت على أحد بعدما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المصطفى لما نزلت به السكرات يضع يده في ركوة بها ماء ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. والحديث في صحيح البخاري وفي لفظ أحمد كان المصطفى يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. خطب فظيع. بل في هذه اللحظات أيها الأخيار تأتي الشياطين لتجدال الإنسان ولتصرف الإنسان عن حقيقة الإيمان، كما ثبت مع الإمام أحمد وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال منهم أي من الناس من تحضره الملائكة لتقول له ذلك، ومنهم من لا يقال له ذلك، إلا أن الموقف رهيب عصيب. في هذه اللحظات، لحظات السكرات والكربات والضيق والهم، لحظة أن يعاين الإنسان الحقيقة، تتنزل إليه الملائكة إن كان من أهل الإيمان والاستقامة لتبشره بهذه البشارة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثبت في سنن ابن ماجه بسند صححه الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث أبي هريرة تحضر الملائكة أي عند الموت، فإذا كان الرجل صالحا تقول الملائكة اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. فالملائكة تبشر أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت بهذه البشارة العظيمة. القول الثاني قاله ابن عباس وابن أبي حاتم وغيرهما، قال تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. يا
يوم الفضيحة، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. ترى الفضائح في هذا اليوم، إذ أن كل عبد سيبعث من قبره على ما مات عليه من طاعة أو معصية. لك أن تتصور بالله عليك هذا المشهد. ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. إن عشت على الطاعة مت على الطاعة، وبعثت على ذات الطاعة، وإن عشت على المعصية عافان الله وإياك، مات صاحب المعصية عليها وبعث عليها. يقول الحافظ ابن كثير طيب الله ثراه: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإن عشت على الطاعة مت على الطاعة وبعثت على ذات الطاعة، وإن عاش الإنسان للمعصية على المعصية مات عليها وبعث عليها. والله يا إخوة، وسوف أفرد لذلك إن شاء الله تعالى محاضرة لخطورة الأمر. حدثني أخ من المنصورة عندنا في مصر عن جار كان يسكن فوقه، وكان مدمنا للغناء، ما عرف للمسجد طريقا ولا سبيلا. ذكروه بالله فما تذكر، كبر الرجل وكان مولعا بأم كلثوم، فلما نام على فراش الموت لا زال الغناء يملأ أركان البيت، مع أن ملائكة الله جل وعلا قد وجدت. الرجل يحتضر، يقول: فلما علمت ذلك وسمعت صراخ النساء صعدت إليه، فرأيت الرجل يحتضر. يقول: فبكيت وقلت: اتقوا الله، أبوكم يموت يحتضر، وأنتم لازلتم تضعون شريط الغناء، هذا وقت غناء، ضعوا شريطا للقرآن لعل الله أن يستر عليه. يقسم بالله أنه مستجاب لذلك، فامتدت يده على كسة الغناء، شريط الغناء، وأخرج نزل فأتى بشريط للقرآن. يقول: حينما وضعت شريط القرآن في جهاز الكاسيت، وإذ بالرجل على فراش الموت ينظر ويقول: دع الغناء فإنه ينعش قلبي. وما تكلم بعدها. دع الغناء فإنه ينعش قلبي. وفي الشهر الماضي فقط رجل في منصب يصد عن سبيل الله وعن دين الله، وهو في كامل قدوته وشبابه، أصيب بألم بسيط في بطنه وأراد أن يخرج ما في جوفه، فدخل إلى الخلاء أعزكم الله، ومن كثرة ما غلبه القيء لم يقوى على أن يقف، فبرك على ركبتيه أمام الحمام الأفرنجي المعلوم ليخرج ما في جوفه، وظل يقي ويقي ويقي حتى صرخ صرخة فخرجت فيها روحه ووجهه في هذا المكان القذر النجس. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. شيخنا المبارك الشيخ كشك رحمه الله وغفر له مات في اليوم الذي أحبه من كل قلبه، في يوم الجمعة. دخل الخلاء، اغتسل وخرج، لبس ثوبه الأبيض وتطيب، وصلى ركعتين في بيته، وأراد أن يصلي ركعتين ليخرج إلى المسجد المجاور إلى بيته، فصلى الركعة الأولى في كامل شبابه أو في كامل قوته وصحته. فلقد كنت عنده قبل موته بثلاثة أيام، الرجل في الصحة، وسبحان الله، في الركعة الثانية وهو يركع سقط على الأرض، فأسرع إليه أهله فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ففي هذا اليوم العصيب، يوم الفضائح، نسأل الله الستر والعافية، يخرج أهل الإيمان والاستقامة من القبور
فتستقبلهم ملائكة العزيز الغفور بالبشريات ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، نزلا أي ضيافة وإكراما وإنعاما من غفور رحيم، غفر لكم الذنوب ورحمكم اليوم في يوم الأهوال والكروب. هذا جزاء المؤمنين المستقيمين على طاعة رب العالمين جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله: قل آمنت بالله ثم استقم، وها أنا ذا أذكر نفسي وأقول لها قولي آمنت بالله ثم استقيمي، وأذكر إخواني قولوا آمنا بالله ثم استقيموا على درب الإيمان وعلى درب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أسأل أن يختم لي ولكم بالإيمان، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على الإيمان، وأن يبعثنا في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد النبيين، إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.